من هنا تبدأ الحكاية، تحديدا بولايتي بيجاية والبويرة، في هذا المصنع الخاص بتصنيع دراجات نارية بكل فئاتها. يتم تصنيع مركبة مجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة. شركة VMS Industry فرغت طاقتها لخدمة فئة لم تحظ بهذه الفرصة من قبل. مؤسسة VMS صناعية تعتمد على الشبان ذو قدرات جزائرية من كفاءة عالية من خارج جامعات جزائرية وحتى معاهد التكوين. شباب أو شابات استغلوا فرصة توفر هذا النوع من التريسيكل لمواجهة التحديات وصعوبات الحياة. VMS الحمد لله شدكونا بالموطو هذه، يخدموا خدمة مليحة، ديبلاسيو بها وين نحبوا، أعطيهم الصحة على الخدمة اللي يخدموها. إن أردت معرفة مدى تطور شعبنا ما، فعليك أن تنظر لكيفية معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة فيها والذين بحاجة إلى التفاتة أكبر. هذا النوع من الدراجات النارية حظي بإقبال كبير، خاصة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفرت فيه كل شروط السلامة والتنقل من دون عناء. الحمد لله يا ربي. حبيت نقول حاجة، جميع واحد هانديكابي كيما أنا يقدر يخدم، ما في كونتي اللي ما حبست، يكذب عليك الله ما حبست. والله يا خوتي مني في الموضوع هذا تبدلت حياتي 90 درجة. بغيت نخرج نسترزق بها ونقول الحمد لله جبت لازمني تاعي الحمد لله. العمل، التنقل، وحتى التوصيل، كل هذه العبارات أصبحت على ألسنة هذه الفئة المحترمة من قبل المجتمع، أين أصبحت العوائق كلها من الماضي بفضل هذا النوع من التريسيكل المصنوع من طرف شركة VMS. لا تنظر إلي بعين العطف، بل عاملني أني أفقد شيئا وأملك أشياء أخرى. الله راح نوزعوا 19 دراجة نارية على مستوى الولاية، على مستوى 10 بلديات. راني معوق من 81، من 1981 مكتوب ربي جابه اليوم إن شاء الله، وربي يحفظكم إن شاء الله، وربي ينصركم، وربي يبارك فيكم إن شاء الله، وربي يحفظ الجزائر. الإجراء اللي اتخذتوكم حنا نقولوا سلطة ولاية العنب، يعني ساهمكم حنا نقولوا في إعادة الإدماج تاع الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة يعني في المجتمع. ربي يحفظكم وربي يستركم إن شاء الله. هذه اللي هو راهو دركا مسكين تنحت له أزمة كبيرة. إعطاء حياة جديدة ذوي الاحتياجات الخاصة هو الخروج إلى الشارع، خروج إلى السوق، خروج إلى الحياة المهنية، اقتناء وتكفل بحياة احتياجاتهم الخاصة. يعني الجزائر اسمها قايمة بولادها، الله يبارك معوقين تاعها وذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ما نساتناش. والله يا خويا نعمة تاع ربي سبحانه، والله غير نعمة. ما توقعتهاش طول حياتي بلي يعطوني موطن. نطلب من السلطات، نطلب من الدولة كيما خمت فينا شركة VMS Industry. إن شاء الله أنتم قاعدين تخموا فينا، تخموا في الجدد الخاصة. والسلام عليكم.